شكرا جزيلا حسين. طبعا سمعنا قبل قليل آراء بعض الزملاء الصحفيين السعوديين عن المؤتمر الصحفي وتصريح مانشيني. يسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا الزميل العزيز عبد الرحمن مشبب صحفي بجريدة الرياضية السعودية. أبو فيصل، في البداية نرحب بك معنا عبر قناة عمان الرياضية. الله يسلمك، صب عليك وعلى الأخ حسين وضيفه الكريم نضال وعلى السادة المتابعين والمتابعات. نتكلم الآن عن رد الفعل. نواف العقيدي، سلمان الفرج، سلطان الغنام، كلهم ردوا بأنهم أو بالأحرى يعني لم يؤكدوا رواية مانشيني، ويعني أنكروا ذلك، أكدوا بأنه بالعكس هم يتشرفوا بتمثيل المنتخب في أي وقت. كيف تقرأ المشهد الآن، وأيضا هل سيؤثر سلبا على المنتخب السعودي غدا؟ يعني شوف، اليوم احنا كنا في المؤتمر، ويمكن لأول مرة أحضر مؤتمر ما يتحدث فيه عن المباراة لا يمكن دقيقتين أو ثلاث. الحدث كبير، المنتخب السعودي كبير، توقيته كان غريب من مانشيني. صحيح أنه يمكن كثير من الإعلام السعودي كان مرتاح بهذا الشفافية وهذا الصراحة من مانشيني، لكن كان التوقيت مثير جدا يعني. وردود اللاعبين حتى اليوم، يعني يمكن نواف العقيدي حتى كان يتكلم أنه بعد البطولة بيذكر تفاصيل أكثر. سلمان الفرج أكد أنه ما حصل هذا الشيء من مانشيني، وأقسم بالله أنه ما حصل هذا يعني في تغريدة له. أيضا سلطان الغنام نوعا ما يعني ألمح إلى أن أخبر المدرب أنه غير راضي أن يكون احتياط، ولكن أكيد أن اللاعب لابد أن يعود إلى المدرب ويقتنع بقراراته سواء يلعب أو لا. يمكن هذا المنتخب السعودي يعني حتى في قبل يومين أو ثلاث أيام أيضا صارت أحداث مع مدرب فنقادة، وذكر يعني هذه الأحداث دائما تصيب المنتخب السعودي دائما. لكن الميزة في المنتخب السعودي أن اللاعبين يعني ما يتأثرون كثير، وانت طرحت هذا السؤال، ما يتأثرون كثير مثل هذه الأشياء. تسألني عن السبب، يعني الدوري السعودي ترى يعني دوري قوي جدا، يمكن أنتم متابعين للدوري السعودي وما يحدث فيه. إذا جيت مثلا إثارة حضور جماهيري أكثر من 50-60 ألف، الإثارة في الفنية أيضا، حتى في التحكيم، حتى في فاللاعب معتاد على مثل هذه الأمور، ما بالك لما جو نجوم العالم أيضا يلعبون في الدوري السعودي. أصبح لدى اللاعب السعودي الشاب حتى ثقة كبيرة في نفسه، ما تقول مثلا لاعبي الخبرة فقط اللي ما يتأثرون، لا، حتى اللاعب الشاب لاحظنا اليوم حضرنا تمرين المنتخب، لاحظنا فيه يعني انسجام، ولاحظنا فيه ترفيه وضحك، وكان فيه يعني ما تحس ان فيه احداث كانت قبل ساعتين او ثلاث في مؤتمر صحفي من هذا المدرب اللي كان معهم. فاعتقد ان المنتخب السعودي يعني منتخب ثقيل ما يتاثر مثل هذه الاشياء. لكن احنا كوسط اعلامي، كجمهور، يعني كوسط رياضي بشكل عام سعودي، يعني نتحسر ان يحدث مثل هذه الاشياء قبل مباراة مهمة مع منتخب عماني، مباراة صعبة جدا. دائما ما تكون مباريات الأولى هي مباراة مفتاح للمنتخب، ولكن أعتقد أنه بإذن الله أنه سيكون انعكاس إيجابي على المنتخب مثل هذه الأمور، لأن اللاعبين يعرفون ويثقون تماما أن حتى اللاعب الخبرة، حتى أفضل لاعب في المنتخب السعودي يعرف أن المركز اللي بيلعب فيه أساسي، ما هو مؤكد، يعني ممكن في أي لحظة المدرب يعني يخليه احتياط يستبعده. وهذا مانشيني، إذا رجعنا لتاريخ مانشيني دائما ما يعترف بالنجوم مهما كانت نجوميته. يمكن خير مثال يمكن بوفون الحارس، كيف أنه ضحى فيه في أول بداياته ما استلم التدريب. فهو أتذكر أنا في توقيع العقد مع مانشيني مؤتمر صحفي حضرته، فكان يتكلم على اللاعب الشاب يعني يعني بإسهاب، كان يتكلم على اللاعب الشاب اللي عمره 18-19 سنة يعطي أفضل ما عنده. عرفت أنها هي رسالة أن الأفضل ما لدى اللاعبين وهم ما سيقدمونه هو من سيعتمد عليه وليس النجوم. جميل. طيب نعود لجزئية أخرى. الفترة الماضية طبعا مانشيني كان متحفظ كثير على مباريات المنتخب الودية، لم تنقل تدريبات، أيضا ما كان في سماح للاعبين بالتصريح، وبالتالي أعتقد أنه في حالة ترقب كبيرة في الوسط الرياضي السعودي لمتابعة ورؤية شكل المنتخب غدا. خلينا نقول لك، الإعلام السعودي أول شيء، وبعدين الوسط الرياضي، الجمهور، المسؤولين مرتاحين لمانشيني. مانشيني مدرب عظيم، يمكن كلنا نعرف تاريخ مانشيني. لكن يمكن الشيء اللي يعني ما يعتبر سر، يعني اللي هو مانشيني يعتمد على 3 مدافعين، عشان كذا كان فيه دائما استفسارات من الإعلام، ما في ظهير أيسر، ما في الأظهرة. فهو يعني يبغى يعمل خطة جديدة
قد تكون في صالح المنتخب السعودي ويكون فيه نقلة نوعية ومستوى مختلف تماما عن ما قدمه في السنوات الماضية، رغم أنه قدم أداء رائع في كأس العالم، لكن قد يكون له بصمة تنقل المنتخب السعودي لجانب آخر، قد تكون هذه البصمة يحقق فيها كأس آسيا. فأعتقد هذا الغموض اللي حصل، يعني أنا اليوم كنت في مؤتمر وسألت السيد برانكو مدرب عمان، فسألته عن يعني ماذا يخشى المنتخب السعودي، فقال أنا أركز على المنتخب العماني فقط، أنا ما علي من الخصوم، وهذا كان ذكاء من المدرب وفعلا واقعي، يعني أنا أركز على فريقي وهيئة الفريق، الخصم يقفل تدريباته مباريات الودية شيء ما يهمني، أهم شيء أني أعتمد على فريقي، فإن شاء الله أنا يقدم منتخبين مباراة ومستوى وسهرة كروية ممتعة على مستوى آسيا. شكرا جزيلا عبد الرحمن. شكرا لك يا أحمد، شكرا، الله يحفظك إن شاء الله. إذن حسين، هكذا كان معنا الزميل العزيز عبد الرحمن مشبب، صحفي بجريدة الرياضية السعودية، عودة لك من جديد.